احنا شايفين اختلاف وتوسع كبير حاصل في ملف نشاط رياضة الجامعات المصرية، لو عايزين نتكلم عنه بالتفصيل من فضلك. هو طبعا النشاط المصري لاتحاد الرياضي المصري للجامعات في خطه بتوضع، وهذه الخطه بنسعى جميعا ان احنا نحققها بشكل مدروس وبشكل علمي، وفي نفس الوقت يعني ما بنختلفش ولكن بنطور وبنحدث. احنا الحمد لله الدوله المصريه دلوقتي امكانياتها بتؤهلها لتنفيذ واستضافة البطولات العالمية، وزي ما حضراتكم أشرتوا احنا في مصر بنقيم من خلال خطة الاتحاد مجموعة من الأنشطة، أبرزها طبعا دورة الشهيد الرفاعي، لأن هذه الدورة احنا بنعتبرها هي العمود الفقري للنشاط داخل الجامعات المصرية بما لها من كثافة في المشاركة، سواء من الجامعات، يعني احنا تقريبا بيشارك معانا ما يقرب من حوالي 70 جامعة ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية. كمان الدورة بتضم مش أقل من حوالي 40 لعبة، يعني على سبيل المثال خلال الشهرين اللي فاتوا دول بس انتهينا الحمد لله من تنفيذ 14 لعبه فرديه، وبنجهز ان احنا نكمل بقيه الالعاب خلال اجازه نص السنه والفصل الدراسي الجاي. مصر زي ما قلت امكانياتها دلوقتي تؤهلها ان هي تنظم البطولات سواء العربيه او الافريقيه او الدوليه. مصر زي ما اشرتوا الحمد لله خلال السنه اللي فاتت استضافت بطوله العالم الاسكواش، والحمد لله جالنا من الاتحاد الدولي شكر على حسن التنظيم، وفي نفس الوقت على مستوى البطوله نفسها شبابنا واولادنا من الجامعات المصريه حققوا الحمد لله المراكز الاولى بني رجال ومراكز اولى سيدات، وايضا في الفرق. احنا باذن الله خلال الفتره اللي جايه كان في توجيه بان يبقى في استضافه للدوره الافريقيه للجامعات بعد اعتذار الدوله المستضيفه ليها اللي هي سنه 24، وان شاء الله شغالين وبنعمل دراسه بحيث ان احنا ان شاء الله هنستضيف هذه الدوره على الاراضي. ده خبر جميل جدا دكتور عرفه.